تونس. جذور الأزمة بدأت من تعديل وزاري فجر خلافات بين الرئاسات الثلاث لم تبددها الوسطات ولا دعوات الحوار التي لم ترى النور بعد. حركة النهضة تقول إن الرئيس يطلب استقالة رئيس الحكومة كشرط لبدء الحوار. لا، استيراد الرئيس غير مقبول بحال من الأحوال، ونحن ندعو الرئيس وندعو الاتحاد إلى تفعيل مبادرته من خلال دعوة الأطراف كل الحوار وبدون استثناء أي طرف وبدون استيراد. لكن خصوم النهضة المقربين من دوائر الرئاسة يرون عكس ذلك. استقالة الحكومة شرطهم لخفض حدة الأزمة، فالحكومة على حد تعبيرهم صارت حكومة تصريف أعمال، نصف تاقيمها الوزاري معطل ومستقبلها السياسي غامض. نحن نتماس صحيح مع رئيس الجمهورية في بعض النقاط المهمة، وهذا لا يعني أن حركة الشعب هذا خيارها، يعني حتى من المكتب السياسي نعتبر بعد قراراتنا أنا لا يمكن بحال من الأحوال أن نتجاوز الأزمة إلا بعد رحيل بشيش. رغم طول مدة الأزمة فهي لم تتجاوز المربع الأول. منطق التصعيد لا زال قائما في مقابل دعوات للتهدئة لم تلقى صدى بين أطراف الصراع. في ظل تسريبات متواترة مختلف حول مصداقيتها زادت المشهد السياسي ضبابية. للشهر الرابع على التوالي تتواصل الأزمة السياسية والدستورية، لا أفق لحل مرتقب على ما يبدو في غياب الحوار بين الرئاسات الثلاث. يقول أنصار الرئيس لا حوار قبل استقالة الحكومة، وهو ما يرفضه التحالف الحاكم، ما قد يعقد الأزمة ويطيل أمدها. وسام الدعاسي، العربي، تونس،